الكابل تانل سندروم بيحصل في ايه؟ بيحصل كومبريشن للميديان نيرف هو داخل في الايه؟ بلو الفليكسورتينكل. عايزين نفرق بين الانجري في حاله المطر بيحصل بارس، انما في الكومبريشن بيحصل ايه؟ يحصل ويكنس. طب وفي السنسوري لو حصل انجري يحصل لوس اوف سنسيشن، انما في حاله الكومبريشن بيحصل ايه؟ يا دوبك يحصل ايه؟ نامبنس، تنميل او باراسيزيا ولا حاجه. نيجي نشوف احنا في الحاله اللي احنا فيها دي، ايه المصل اللي هتاثر قوي؟ المصل اللي هتاثر قوي الثينر مصل، تمام؟ لانها سبلاي بالايه؟ بالميديم، فيحصل لها ويكنس. طب السنسوري البالم والايه والفينجرز، اللاترال تو ثيرد اوف ذا بالم واللاترال ثري اند هاف فينجرز، مين اللي هيتاثر فيهم ومين اللي هيفضل فيهم؟ فكر كده معايا. اللي هيتاثر الفينجرز السنسيشن بتاعها هيبقى ايه؟ لوست. امال مين هيبقى سليم؟ البالم هيبقى سليم. طب ليه؟ عارفين انتوا النفق ده طبعا، النفق ده نفق الصحافة. لو نفرض عندي النفق عندي حاجتين، الميديان نيرف بيخش جوه النفق احنا عارفين، والبالموكوتينيوس بيهرب فوق النفق اللي بيطلع فوق الفليكس وتنيكلم، صح ولا لا؟ عارفين الميديان نيرف بيخش جوه الكابل تانل، والبالمر كوتينيوس برانش بيخش بيمشي فين؟ فوق الفليكس وتنيكلم. المينيان نيرف دخل جوه التانل حصل له ايه؟ كومبريشن. حصل له كومبريشن، لقى السكه مسدوده مقفوله مش عارف يعدي، خلاص اتقفلت في سكته. طب وهو الميديان نيرف بيسبلاي ايه؟ بيسبلاي الفينجرز، فعشان كده السنسوري في الفينجرز هيبقى ايه؟ هو اللي هيبقى افكتد. انما بالمر كوتينيوس طلع من فوق النفق ولقى سكته سالكه وطلع على الجامعه ووصل على الجامعه طريق وسهلك، مفيش فيه مشكله ولا حاجه، تمام؟ فبالتالي ايه؟ وصل سليم وعرف يسبلاي البالم اوف ذا هاند. يبقى نقول تاني، يبقى انا عندي الميديان نيرف دخل جوه التانل لقى الطريق مسدود ما عرفش يوصل. طب هو بيسبلاي مين الميديان نيرف ده؟ ده بيسبلاي الفينجرز، يبقى الفينجرز ايه؟ هتتقصر. انما البالما كوتينيوس طلع ولف فوق الايه؟ النفق، من فوق النفق، فبالتالي لما طلع فوق النفق كده سكته سليمه وطلع سليم ومشي لحد الجامعه ووصل بامان الله. فعشان كده الايه لاترال تو ثيرد اوف ذا بالم نوت افكتد ان ذا كاربال تانل.